ارقام يوتيوب رجعنا لكم بفلوج جديد. وفلوج النهارده زي ما انتم شايفين انا متشيك. شوف انا عامل ازاي. ايه سر تشيكي كده؟ بص انا متشيك ازاي عشان رايح تجمع يوتيوبرز مستر ابو علي كان عامله. فان شاء الله نروح وفي هناك يوتيوبرز كتير قوي معروفين هنروح نقضي يوم حلو معاهم. الساعه دلوقتي داخله على واحده لسه مصلي الجمعه عندي في المنطقه. ودلوقتي خلاص رايحين انا وهيموناجي تمام ومحمد عصام واخويا طبعا اكيد ان شاء الله. بس ان شاء الله نقضي هناك يوم حلو جميل. طبعا دلوقتي معانا هيموناجي اول مره اتقابل معاه منه المنطقه عندي محمد عصام. ان شاء الله نقضي يوم حلو مع بعض ان شاء الله. ورايحين دلوقتي كايرو فيستيفال. هلا 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 بأنس فادي يوناجي بيصور فلوج يا جدعان محمد عصام. واحنا مستنيين اهو الناس وكده. وطبعا في ناس بتبص علينا. ممنوع خلاص ماشي. لو انت عايز تدخل منين؟ لا لا هو مبين. خش يا اسطى خش. دخلنا الاولى اهو. طبعا الجرح كايرو فيستيفال دلوقتي ورايحين التجمع حالا. ان شاء الله يبقى تجمع حلو والمكان افضل من روعه. بس احنا مش لاقيين. احنا بندور دلوقتي بنحاول نجيب اي تيم مش لاقيين اي اسس. انا فاهم القصه. ده لقينا النافوره اللي بتقص. النافوره اللي بتقص يا جدعان. دي هي النافوره التي ترقص صباحا ومساء. هلا هلا هلا. بس لسه مستنين الناس لما تيجي اليوتيوبر. مفيش اي حد جه غير واحد بس يا رجاله. خلينا مستنين الناس. مفيش اي حد جه غير واحد بس. ما علينا دلوقتي احنا مستنين الناس ان احنا لقينا محمد ابراهيم وفي اقبال عليه. واضح ان احنا لقينا التجمع ودلوقتي رايحين لما نشوف الدنيا ماشيه ازاي. يلا مع بعض. محمد ابراهيم. استنى بقى لا ده انسى. محمد ابراهيم. محمد ابراهيم. عامل ايه؟ انا مستنيك في فلوج. سبحان الله كان هما كان كل ده هنا. هو احنا قاعدين بنلف و بس بس كده. يا نهار ابيض. ما تعرف قصه الناس ما جاش ليه؟ انا اكثر حاجه زعلتني قعدت اكلمه امبارح. انا كان مليون فيو. واحد ياخد الصفحه يمسح اللي عليها كله ويديها لي تاني. ان شاء الله ستوري. هو ده محمد ابراهيم. ايوه انا كده قلت سؤال مين احسن على الجروب ولا جالي احسن من الجروب؟ قال لي انا يعني. اتفضل على الفيس علمني. بدات عايزين مش هينفع يا جدعان. ايوه هو قول لي مين ولا مين؟
والله يا فلان انا بحبه اصلا من الصعب ان انا شهر لسه في ناس كتير قوي ما اتجمعتش لسه مسلمين على محمد ابراهيم لسه مظبط يعني اداء بيدونا ايه؟ بيقول انا معرفش استنوا كده هنا بيض انا مش عايز اكل اصلا خربت افكار عايز اكل انت فول وطعمية يعني عادي يعني وانا ايه؟ لا يا جماعه ما معلش لا احنا نقفل يا جماعه ما بيتزمناش كام ده ما ينزلناش خالص ما ينزلناش خالص ناس كتير جيمي يا اسطى انا عايز احنا دلوقتي تجمع اهو دلوقتي تجمع اليوتيوبر اول مره في حياتي يعني اروح كايرو فيستيفال واول مره اشوف يوتيوبر يعني فده حاجه حلوه ليا وكده وان شاء الله بالتوفيق لكل اليوتيوبرز الناس اللي هيشوفوا الفيديو ده وبس اسمه جو تي في طبعا فرحان قوي ادعم قناتي بالديسكريبشن تحت ما تنسيش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس هيموت يوصل 1000 حط ده في التاج احسن حط في التاج خلاص يا ان شاء الله اكتب قناتي طب ماشي اكتب قناتي بس انا هيجي عندي يا عم طب خلاص والله ما بس ايه بس ابعت لي ما خير يعني تدعم يعني دعمنا احنا دعمك لا الاثنين في واحد اي 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 مهم يا جدعان قناتك خلاص ان شاء الله قناته تحت في الديسكريبشن هيكلمني واكلمه على الله ماشي يا رجاله اعملوا اشتراك بقى سوي سبسكرايب حالا حالا صح 1400 2000 هلا والله هلا عبد الله جامبو احلى استضافه من احلى جامبو قول يا سحر المتابعين ولا ايه؟ يا عم مش لازم نقول حرام لا يا عم تقول لازم تقول ايه؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحييكم اليوم من كايرو فيستيفال مع اخي بلال. حلواني حلواني بسبوسه انا عبد الله جنب الجيران. ان شاء الله يا رب يعني يوصل 100,000 مشاهد. انا هفرح. بص هو فاضل لنا 10,000 نعدي المرحله ديت نوصل قناته في الديسكربشن. الديسكربشن يا جدعان انا حاطط النهارده قناته في الديسكربشن. بظن عبد الله جنب الناس ديت ناس زي الفل. بلال حلواني انس ان شاء الله يعني يبقوا احسن. ان شاء الله 10,000 سبسكرايب باذن الله. طبعا يا جماعه دلوقتي خلصنا الخروجه بتاعتنا الحلوه وقابلنا والتجمع خلص. بس كده الفلوج خلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. سبسكرايب للقناه.